كان العرب يتطيرون، معنى يتطيرون، لكن في القرآن قالوا طيرنا بك ومن معك، قال طائركم عند الله. شكون هذا؟ سيدنا لوط ياك، شكون اللي قبل منا؟ سيدنا لوط عليه السلام. وشكون اللي يعاوننا؟ نعم اللي قبل منا، سيدنا شعيب. وأقول لنا قبل منا باش نعرف واسه. قالوا طيرنا بك ومن معك، على كل حال ما طيرنا بك ومن معك. الطيارة تعشى الطيارة والتشاؤم، يقولوا ما هنا نهار هذا، يبدأوا يسبوا أيام الله. في العرب الجاهلية كانوا يزجرون الطيرة، معناها يزجرون الطيرة، كيخرجوا في الصباح بغاو يديروا شي حاجة، بغاو يسافروا للتجارة ولا بغاو يسرحوا ولا بغاو يديروا شي حاجة، ولا بغاو شي حاجة اجتماعية، شي أمر من الأمور ديالهم. كيقولوا نشوفوا واش عندنا فيها الخير نديروها، إلا ما عندناش فيها الخير ما نديروهاش. فمنهم من يستقسم بالأزلام، معناها يستقسم بالأزلام، كيديروا شي بحال الكارطة. دابا كيلعبوا الناس الكارطة، هذيك الساعة كيلعبوا، دابا كيلعبوا الكارطة باش يقتلوا الوقت، يعني باش العمر ديالهم يضيعوا في ما لا يعني، في ما لا يعني، نعوذ بالله. هما كيديروا الأزلام، لا الشرك لا كفار، كيجيبوا شعواد هكذا كيقولوا هذا العود زاجر وهذا ما عرفتش شنو كيسميه، يعني كاين الزاجر وكاين اللي ما كيزجرش. إلا خرج لك الناهي ما يديروش، ويخرج الآخر يديروا. الآخرين الصباح كيخرجوا كيشوفوا يلقاو الطيور جالسين في الأرض الغربان، ولا كيرميهم بالحصى، النساء ديالهم كيضربوهم بالحصى. شنو الحصى؟ ولما تمشيو تحجوا ان شاء الله هاي تمشيو تشوفوا الحصى لقتوه في مزدلفه ياك، باش تمشيو تحجوا. شكون الحجاج فيكم هنا؟ شكون اللي حجوا بعدا حجوا؟ وشكون اللي كاين يحجوا قبل ما يموتوا؟ كل شيء ان شاء الله، والله يسر لكم القران والحج ياك، باش نكملوا الدين ديالنا. لعمرك ما لا عمرك، معنا لعمرك يحلف بعمره بعمره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، ما تدري الضوارب. الضوارب جمع مفرده، وشكون يقول لي؟ ماشي ضارب، لا ماشي ضارب، لا ضاربة هاكذاك، فاعل جمعه فاعلون، وفاعلة جمعه فاعلات، فواعل اسمه فواعل فواعل. عمرك ما تدري الضوارب بالحصى التي يضربن الطيره ليزجره، يعني شوف واش غادي يطير على اليمن. ايوا راه مزيان داكشي اللي بغينا نديرو، الا مشى الطير ومشى على الشمال ايوا ما نديروش، يتشاءمون. هذه الطياره. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير والله فاعل. فاذا فتاتي كل آية في كتاب الله زاجرتين وآمرتين تسألني فريضتها، معناها فريضتها ما يفرضه الله عز وجل علي بها. أقيموا الصلاة، تفرضوا ماذا؟ تفرضوا إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، إلى سائر الفرائض، وآتوا الزكاة، وهادشي إن شاء الله في حديثنا عن الخير وعن لكي نكون من مناعين للخير، نتحدث عنها بتفصيل في جلسات مقبله ان شاء الله. لانه كلامنا كله يدور في هذه الجلسه وفي غيرها حول مناع للخير، نحن نكون فعالين للخير. هذا هو التدبر اللي كيقول لنا عليه سيدنا ابو الدرداء، خصنا نتدبروا القران، احنا غنشوفوا. فتاتي كل آية في كتاب الله زاجرة وآمرة تسألني فريضتها، فتشهد علي الآمرة بأني لم أفعل، باين هذا الشيء واضح، وتشهد علي الزاجرة بأني لم أنتهي أو أترك. علاش دار جاب لم أنتهي ولم أترك؟ غير وحدة تكفي أو لا؟ وفكروا شوية وشوفوا،
قال ذاك شهدوا علي الزاجرة بأني لم أنتهي أو أترك، يقول غير بأني لم أنتهي. كاين شي نكتة هنايا، الترك هو أبلغ من الانتهاء، أبلغ. ما كانوا يفعلونه، ما كانوا يفعلونه، ولكن قال هذا ما تديروش. جاءت الآية تستأنف عملا هذا الأمر لا تفعلوه. ما كانوا كمن الصحابة من كانوا لا يشربوا الخمر، منهم كان يأيد الأطفال بناته في الجاهلية، ومنهم العظيم من عظماء الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب، ياك عمر بن الخطاب كان يأيد بناته. شوف الإسلام كيفاش ردوا وعمر. إذن بأني لم أنتهي وأترك، فأعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن صوت لا يسمع، وأعوذ بالله من دعاء لا يجاب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شكون يقول لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله من قلب لا يخشع وعمل لا ينفع وعين لا تخشع لا تدمع يزي وقلب لا يخشع زي ودعوة لا يستجاب لها، هو زاد عليها وصوت لا يسمع. على صوت لا يسمع لأنه كان خاطب كيخطب، كان كيخطب. نأتي إلى كلام آخر من كلام النفيس لهذا الرجل النفيس سيدنا أبي الدرداء، واكتبوا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنك لا تفقه كل الفقه، إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، حتى ترى للقرآن وجوها، حتى ترى للقراء للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله، حتى تمقت الناس في جنب الله. ثم ترجع إلى نفسك، ثم ترجع إلى نفسك. وهنا الفقه الكبير هو هذا، هو ترجع إلى نفسك. ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا، فتكون لها أشد مقتا منك للناس، منك للناس. ونزيد، انتهينا من هذه الكلمة، نزيد كلمة أخرى لي وربما نزيد واحدة أخرى رابعة. قال رضي الله عنه: لا تكلفوا الناس ما لم يكلفوا، لا تكلفوا الناس ما لم يكلفوا. شحال باقي الدهر سي محمد؟ ايوا مزيان. لا تكلفوا الناس ما لم يكلفوا، ولا تحاسب الناس دون ربي.